خويا قلب الهجوم يحكم يحكم انت معلم معلم عبد الراس هذاك وين فين بوجه وين بوجه بوجه لا ما جاش معنا لسه مكلمني النهارده بوجه تأشيرات خدت وقت الحمد لله الحمد لله يعني لا لا الحمد لله ما شكون يكلمني قلت له معليش انا كنت انا اللي بكلم كابتن طارق كابتن مجيد انا ايضا كابتن مجيد محمد حسبه انا اللي تعبتك لا لا تأشيرك اكيد ده كان كلام كابتن علي معلول اللي دارت حواليه اقاويل كبيره جدا على انضمام نادي الاهلي راجل نفى الموضوع جمله وتفصيلا وقال الا من خلال ناديه بيعتز جدا من نادي الصفاقسي واي وعقده ممتد مع الصفاقسي واي عرض هيجيله من خلال نادي الصفاقسي علي عاشق اخويا المعلم عايش مرحبا بك عايش كريم العواضي نجم نجم اهو كان نجم نجم السياسي اهو كان نجم اهو نجم السياسي سريع نجم السياسي يعني مقابلة النادي الاهلي اكيد النادي الاهلي زي النادي الاهلي بيقدر الصفاقسي من الفرق الخمسية الكبيرة اكيد مش نلعبوا كونتر نادي اهلي نادي كبير معناها نلعبوا كونتر نادي كبير اسمه نادي الاهلي ونادي الصفاقسي تو يتعدى بيريود يقولوا نحن بوزيتيف بريد بويه معناها نتصور باش تكون مباراه معناها مباراه قويه ماك تعرف هذول النادي الاهلي ونادي الصفاقسي ديما تعرف ما بيناتهم مباراه قويه كسوا في الماتشات معناها نقولوا نحن الوديه ولا الماتشات نتاع كاس افريقيا ان شاء الله اول حاجه تكون مباراه باهيه وكمصري هذاك هم بليس تكون مباراة معناها نتاع اخوات في بعضنا وكا عايش ربي يفضلك الصفاقسي التونسي ومواكب النادي الاهلي طمن الاول على الصفاقسي وجوده في جدول الدوري التونسي. والله الحمد لله معناها متصدرين الدوري التونسي قاعدين في سيكل باهي ما خسرناش لحد الان لعبنا 8 مباريات ما خسرناش معناها كيف قاعدين نخدموا بالكدا قاعدين جروب باهي. السياسة راجع ثاني؟ ايه بقدرة ربي نحن تشوف معناها مازال جايتنا معناها مباريات قوية كيف معناها في البطوله التونسيه كيف الترجي والافريقي والنجم ان شاء الله بالمباراه تاع الاهلي هذه نحضروا بها المباريات اللي مازالوا لنا هذوك. اعداد جيد المباراه الوديه بالنسبه للاهلي بعد توقف الدوري وايضا للصفاقسي التونسي؟ ايه بالطبيعه للزوز معناها مباريات الزوز معناها مباراه نحضروا بها المباريات الكبيره اللي عندنا ان شاء الله تكون مباراه باهيه وان شاء الله نعملوا ماتش باهي ان شاء الله. عايش خويا.